ويلكم تو ليرن انجلش ويز مستر محمد سعد. تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. النهارده مراجعه مهمه جدا، سنه خمسة ابتدائي، الترم الاول، منهج كونكت، اكسرسايز اون يونت 1 ليسن 1 اند 2، هاو تو ري ارينج ذا ووردز، ري ارينج ذا فولوينج ووردز تو ميك مينينجفول سنتنسز. عاوز اقول حاجه مهمه جدا، اي فيديو انت عايزه هتلاقيه في قوائم التشغيل، الجرامر كله في قوائم التشغيل. هعمل جوائز لأحسن ناس متفاعلة معايا ومشاركة معايا، تمام؟ هتلاقيني فجأة كده بقولك ابعت لي رقم ايه الفودافون كاش، انتهى الموضوع معايا، تمام. ازاي احل سؤال الترتيب؟ اول حاجة اشوف سؤال ولا جملة عادية. لو سؤال بادئ بالاستفهام هيبقى الاستفهام فعل مساعد، فاعل فعل. لو سؤال بادئ بفعل مساعد على طول هيبقى فعل مساعد، فاعل فعل، وهيبقى السؤال معناها هل، تمام. هوضح الكلام ده واحنا شغالين. لو جملة خبرية اللي هي statement، جملة عادية، هيبقى ايه؟ هيبقى على طول subject verb object، يعني فاعل فعل مفعول، تمام. هوضح واحنا شغالين، تمام. بعد كده اقرا الكلمات كويس وترجمها، ممكن عشان اقرب المسافات لنفسي اكتب معنى كل كلمة معناها بالقلم الرصاص فوقيها عادي خالص عشان اقرب المسافات لنفسي، واترجم كويس. وبعد كده بعد ما اكتب الجملة اعد الكلمات وايه واشوف المعنى مظبوط ولا لا من الشمال بعد الترجمة، تمام. ده دي نصايح مهمة جدا لجميع الطلاب. نمبر 1، ايه ده؟ it's a ايه؟ it's a question، ده سؤال. يبقى ايه؟ طب السؤال بادئ ب فعل مساعد ولا استفهام؟ ده بادئ بفعل مساعد، يبقى السؤال معناه هل، تمام. نبدأ ايه نقرا ونحل. يلا، think يعتقد او يفكر، do معناها هل لما ابدأ بيها، healthy صحي، chocolate شوكولاتة، is يكون يو انت او انتم. تعال نبدأ نحل. change the color، ادي هالمرة دي يس حلو اللون ده، تمام. هنقول ايه؟ do ايه؟ ده فعل مساعد، فين الفاعل بتاعي؟ فين الفاعل اللي هو بيكون يا اسم يا ضمير بيحل محله؟ اهو do you على طول، هل انت. do you ايه؟ فين الفعل اساسي؟ ما احنا قلنا فعل مساعد، فاعل فعل، والفعل كلمة بتعبر عن ايه اللي بيحصل. يس، يبقى do you think، هل تعتقد. do you think ايه؟ هل تعتقد ايه؟ هل تعتقد ايه؟ ما انا بسأل نفسي كل بكتب كلمة، بسأل نفسي هل تعتقد ايه؟ ان الشوكولاتة، يبقى do you think chocolate تكون ايه؟ شفت، بسأل نفسي جابتها على طول، is healthy، الدنيا خلصت خلاص، is healthy h e a l t h y، ولازم اقفل جملتي، ما سيبش الجملة مفتوحة كده وعلامة استفهام او نقطة حطها ورا اخر حرف على طول، الكلمة حروفها جنب بعض وكل كلمة والتانية في مسافة والحروف تقف على السطر. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على النصايح دي. يس، تمام. تقرا كلمات كده اهو، نقرا جمله. do you think chocolate is healthy، هل تعتقد ان الشوكولاته صحيه، تمام. الدنيا مظبوطه، هتعد الكلمات، الدنيا مظبوطه برضو. number 2، it's a statement، جمله خبريه، تمام. نقرا كلمات علشان نكون فكره عن معنى الجمله هيكون ايه. have يمتلك او عنده او لديه او يتناول او يقضي حسب معنى الجملة، تمام. tree شجرة، we احنا، mango مانجا، don't لا للجمع، a يعني واحد للكلمة اللي وراها بادئة بحرف ساكن. نبدأ نحل، اديها اللون بتاعها، تمام. هقول ايه؟ we ايه؟ فين الفعل بتاعي؟ يا نهار ابيض، واحد يقول هاي انا شاطر، وي هاف، انت شاطر في الاستعجال، انت شاطر في الاستعجال، ده الجملة منفية، النفي تاني كلمة، يا نهار ابيض على المعلومة دي، النفي تاني كلمة، يبقى we don't يجي وراها مصدر فعل على طول، فين الفعل بتاعي؟ هاف، احنا ما عندناش،
انا بقول للناس احنا ما عندناش يا جماعه, we don't have a على طول mango tree, يبقى a mango tree, احنا ما عندناش شجره مانجا, يا ريتنا عندنا شجره مانجا. تمام. يبقى we don't have a mango tree. ترجم الجمله الدنيا مظبوطه, اعد الكلمات الدنيا مظبوطه. تمام. number 3, يا نهار ابيض على الفيديو الجميل ده. تمام, في حاجه مش عارفها, اي حاجه مش فاهمها, ابعت لي في الكومنتس هوضحها لك بطريقتي السهله البسيطه الايه اللي بتدقق على التفاصيل. تمام. it's a statement, جمله خبريه. تمام. grows, يزرع, ينمو, يكبر, حسب معنى الجمله. and يعني و, بتربط بين كلمتين شبه بعض, بتربط بين جملتين بتجمعهم حاجه مشتركه. ماي, ملكي, كاروتس, جزر, اونيونز, بصل, انكل, عم او خال. تمام. حاول ايه, اديها اللون بتاعها. حاول ايه, ماي, ماي ايه, دايما ماي في الغالب بيجي وراها حد في العيله, يبقى ماي انكل على طول. ماي انكل, ماي انكل ايه, فين الفعل بتاعي؟ بيزرع, ما احنا قلنا subject verb object, فاعل, فعل مفعول. يبقى my uncle grows, بيزرع, بيزرع ايه, ممكن اقول بصل وجزر, او ممكن اقول جزر وبصل, عادي خالص, لان and يعني و, بتربط بين كلمتين شبه بعض بتجمعهم حاجة مشتركة, بيبقى فيه حرية حركة. تمام. يبقى my uncle grows carrots, c a r r o t s, and onions, o n i o n s. تمام, اللي بعمله ده, انا قلت o n i, والله o n i o n s, علشان في الكيبورد هنا الاي جنب الاو. تمام, ممكن اقول حريه حركه, يعني ايه, ممكن اقول onions and carrots, لان انت اهي زي ما قلنا ايه المعلومه بتاعتها. my uncle grows carrots and onions, عمي او خالي بيزرع جزر وايه وبصل, الدنيا مظبوطه. تمام. number 4, the last one here. تمام. بهزر فيها شويه. تمام, ايه ده, ده سؤال, سؤال بادئ بالاستفهام والفعل مساعد, سؤال بادئ بفعل مساعد معناه هل, هجاوب عليه باسم نو. تمام, نقرا الكلمات عشان نكون فكره عن معنى السؤال هيكون ايه. تمام, هوم, بيت, ات, في, فروت, فاكهه, دو, هل, هل الجمع يعني الفعل وراها يكون جمع, جرو, يزرع, يو, انت, الدنيا خلصت معايا, اديها اللون بتاعها. اقول دو ايه على طول, دو يو على طول وانا بغمض, دو يو, ما هو فعل مساعد, فاعل, هات الفعل, دو يو ايه, هل انت بتزرع, جرو, جرو ايه, بتزرع ايه, ما انا بسال نفسي انا مش عارف حاجه اصلا, بتزرع فاكهه, يبقى انا اهو دو يو جرو فروت, فين بقى, ات هوم, اتش او ام اي, حط كوتشن مارك, حط علامه استفهام, وشها للكلام, لازم اقفل جملتي, ما سيبش الجمله مفتوحه كده. يا نهار ابيض على الفيديو ده, عجبك اديها سبسكرايب, اديها لايك, اديها شير, هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله مراجعه. اشوفكم على خير, جود باي, مع السلامه.